نقابة الفنانين العراقيين تعاقب وتهدد مطربة شعبية، من هي؟ أمر نقابي صدر حديثا بحق مغنية عراقية تصدرت عقوبتها حديث المدونين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فما الذي اقترفته تلك الفتاة؟ القرار الرسمي لنقابة الفنانين بالعقوبة صدر بحق عنود الأسمر، والتي عوقبت بسبب قيامها بإيحاءات وصفت بأنها لا أخلاقية، بإيحاءات جنسية بالصوت والصورة وبالحركات المبتذلة، أيضا اعتبرت بأنها تتجاوز أخلاقيات وضوابط العمل المهني، وشاهد ذلك عدد كبير ممن حضروا حفلتها وصوروا ما قامت به من فعل رفضته نقابة الفنانين العراقيين عبر كتابها الرسمي، ووجهت لها العقوبة كما قرأنا لكم ما جاء فيه. الآن نتابع مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل لتلك المغنية. إذن عقوبة الإنذار، وفي حال تكرار المخالفة فإن عقوبة المدعوة عنود الأسمر ستكون أشد وأقسى، ومنها الحرمان من ممارسة المهنة، وذلك لقيامها بالإساءة المتعمدة لقيم المجتمع العراقي وتقاليده بحسب ما أعلنت عنه النقابة. طبعا قرار العقوبة لاقى تفاعلا بين العراقيين في السوشيال ميديا، وعدد من الكومنتات وردود الأفعال والتعليقات، أيضا اخترنا لكم نماذجا منها، وسنبدأ مع رأي إحسان الركابي الذي عبر عنه بتعليق يقول: هؤلاء هم الذين شوهوا سمعة الفن الأصيل، المفروض كارت أحمر وليس إنذار. تعليق من علي الكظماوي يقول: نقابة الفنانين عاشت إيديكم، ما تقصرون هيك، خليكم متابعين أي مخالفين ومؤثر على الشباب، ويا ريت لو تتفقون على المسلسلات العراقية اللي جاي تطلع الشاشات بها ألفاظ وإيحاءات ومصايب، فروحوا وتابعوا وما أحرق عليكم الأحداث. هناك أيضا مداخلة من سيناء باقر تقول: إنذاركم هذا دليل على اعترافكم بهاي المطربة رسميا كفنانة، وبعدين هي تغني بأماكن طربية وفرفشة على أساس هي مغنية بالمسرح الوطني، ترى جاي تغني بالنوادي ولفئة معينة أمام أبي أحد. لهذا وحسب رأيي المتواضع العقوبة مو بحقها، وما لكم حق تعاقبوها. تعليق من عمر العبيدي يقول: مع الأسف ضاعت القيم والمبادئ لدى البعض، وأصبح المتلقي متعطش لهيتشي شي، وهذا ما يدفع البعض سواء إعلامي أو مطرب أو ممثل للجوء لهيتشي حركات وإيحاءات على أمل الطش، ونسوا أن هناك رب يحاسب.